السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للفيديو الذي انتشر واشتغل في مواقع التواصل الاجتماعي البنات والشباب الذي كانوا داخل السيارة، على ما وصلني من أخبار والعلم عند الله، على ما وصلني من أخبار أنهم أسرة كانوا فارحين، كانوا معهم حفل تخرج، والذي تخرجت هي البنت الذي كانت قدها، والذي جنبها هو أخوها، هي ما كانش في حضنه، بس يمكن مع التصوير مع الاهتزاز يبان إني كانت في حضنه، بس هي مشي في حضنه، فكانوا فارحين ومبسوطين، كان معهم حفل تخرج وهم أسرة. هذا على ما وصلني من أخبار، وأخبار قالوا إني أكيدة 100%، والعلم عند الله. والفيديو هذا قد لك تقريبا سنة وأربع أشهر تقريبا، ونحنش عارفين كيف تسرب، هل سرق التلفون، هل تم اختراق التلفون، هل ضاع التلفون، ما احناش عارفين. فأتمنى من الذي نشر هذا الفيديو رجاء، إذا تكرمت، إذا عندك ذرة كرامة، امسحوا هذا الفيديو، لا تدخلوش في أعراض الناس، لا يجوز القذف، حرام. في ناس يشتوي يثيروا الفتن من خارج، في ناس دحين في ألمانيا كانوا في اليمن، نهبوا ثروات اليمن وسافروا ألمانيا، معهم فلل، معهم قصور، معهم مناجم ذهب، والشي يثير الفتنة من ألمانيا، قدوا مرتاح، قدوا بين الزرق والشكر والكذا، مرتاح، والشي يعمل لك منشور يقول إيش من انفلات أملي، حكومة صنعاء تسكت على ما بيحصل في داخل صنعاء، من بهدلة ومن قلة أدب، وا 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 وا، أين وزارة الداخلية؟ أين الأمن؟ ما هذا الانفلات الأمني؟ وهو في ألمانيا السارق النصاب، إيش شي يثير فتنة هنا داخل صنعاء، وهو بعيد، وناس كثيرين هكذا بعيد، وينشروا الفيديو. استحوا على أنفسكم، اتقوا الله. وفي ناس حتى من أنا إيش يشتهر، إيش وقع معروف، الناس كلهم يعرفوه، إيش الصفحة حكه تطلع فوق فوق فوق، يعمل منشور كذا، هذا فيديو شباب وبنات مدري ما هو، وهذا الذي في حضنه وحبيبها، عيب عليكم، استحوا على أنفسكم، عيب، اتقوا الله، خافوا الله. ونصيحة من داخل أعماق قلبي لكل بنت، أي بنت معاها جهاز تليفون، ما مش داعي تتصوري، لا تتصوريش بالتليفون هذا أنت وصاحباتش، وتقولي لصاحباتش فاتن توضعي، خرجي شوي شعر، نشي نفرح، نشي ننبسط، احنا الآن في مستوى ثالث، نشي نشوف الفيديو هذا وقد احنا في مستوى رابع، أنت عاد تشوفي وأنت في مستوى رابع قد منتشر في الفيسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه ربما ينسرق تليفونك، ربما يجي واحد ذئب إلكتروني يخترق تليفونك، وعاد شوفي في مستوى الرابع، عاد شوفي هذا الفيديو. فرجاء نصيحة لكل بنت، معيش تليفون، أنت موظفة، أنت بتدرسي في الجامعة، جابوا لك أهلك تليفون يطمنوا عليك، ما بيش داعي للزقعة، جو بنات، جو نتصور ذكريات، احنا دفعة حبينا كلنا، دفعة حبينا كلنا، جسمي شي ما بيش داعي. احنا في بلاد متحفظة، والامرأة اليمنية ملتزمة بالعادات والتقاليد الدينية والإسلامية واليمنية، فما بيش داعي للزقعة وحياتي، ما بيش داعي. عدن دني، نصيحة لكل بنت، عدن دني مزقرعة انتي وصاحباتش، داي صاحباتش وفعلي في بيتكم مراية كبيرة ودمرن في المراية، وكل واحد في صورته في المراية، دفعت حبينا كلنا وتصوري، يعني قصدي ودمرن، لا تصورين، هذه هي نصيحة، لأن في ذئاب إلكترونية بيستغلوا هذا الأشياء، يخترق تليفونك، فرضنا ضاع تليفونك، أياخذ الصورة دي داخل التليفون، في ناس كلاب، ما احترام للكلب، الكلب وفيه، في ناس جزمات يأخذ الصورة والفيديوهات وينشر وكذا ويبتز وما يباليش.
لأنه لا يعرف الله مشو مرتبط بأرحم الراحمين. يهودي، ربما تلفونش انسرق، الذاكرة ضاعت، اخترقوا تلفونش. اعملي حسابك لهذا كله، ما ينفعش. تعالي يا بنات نشي نعمل صروحنا، بنقفز نطلع فوق الكراسي، اه وانتي صورينا يا رؤى، يا رؤى صورينا واحنا بنقفز، وعاد وقع حالي والكوافي بيديرها حق تخرجي، واحنا وعاد كنا حجر رعاة، ونشوف ال 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 واحنا في سنة خامسة نشوف هذه الصورة كيف عاد تكون حلقة غلظناها. رجاء نصيحة لكل بنت، والله لا نازعنا نصيحة، بردلك من التصوير لا تصوريش. سلام من الله عليكم.